نشرة رئيسة مفصلة من الفضائية التربوية. مساء الخير. افتتاح معرض الوسائل التعليمية المصنعة في ريف حلب. جامعة حماة تمدد فترة التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي بالتعليم المفتوح حتى 21 من الشهر الجاري. وزير الصحة يتفقد المصابين إثر سقوط بناء في حي التضامن بدمشق. افتتاح معرض الوسائل التعليمية المصنعة من توالف البيئة في مدرسة الواحة الثانية بريف سفير. التفاصيل في هذا التقرير. انطلاقا من أهمية الوسيلة التعليمية في ترسيخ المعلومة في أذهان التلاميذ، افتتحت مدرسة الواحة الثانية بريف سفير معرض الوسائل التعليمية المصنعة. دائما نعمل نحن من خلال تجربة منظمة طلع البعث في تدوير نفايات البيئة في الاستفادة منها في صناعة الوسائل التعليمية، وهذا ما رأيناه جليا في هذا المعرض في وحدة الواحة الثانية في خدمة الوسائل التعليمية التي تخدم المنهاج الدراسي. وجدنا ذلك واضحا من خلال إعادة تدوير هذه التوالف من أجل أن تكون وسيلة حسية للاستفادة منها في كل المناحي الفنية والعربية والموسيقية أيضا. ضم المعرض العديد من الأعمال التي أبدع التلاميذ بتصنيعها مستخدمين المواد البسيطة وتوالف البيئة بعد إعادة تدويرها. نفتتح اليوم معرض للوسائل التعليمية من صنع طلابنا، وهي عبارة عن تدوير المواد التالفة والمواد مواد التوالف الطبيعة. هذه المواد يتم صنع منها وسيلة تعليمية للطالب، وهي تحويل المعلومة النظرية لمعلومة حسية لدى الطالب. نحن حبينا نسوي مشروع، هذا المشروع كلياته للوسائل التعليمية اللي بتخدم العملية التربوية بالمدرسة، ونحن أكدنا أنه يكون هذا المشروع كلياته من شغل الأطفال ومن عمل الأطفال، يعني هم مجسمات، لوحات، كلها بتخدم المنهاج. يعني شي بيستفيدوا منه لبعدين، مثلا في عندك لوحات كتير مثلا خرج يستفيدوا منها لبعدين كوسائل تعليمية. كما قدم التلاميذ مشهدا تمثيليا توعويا حول كيفية التخلص من النفايات وإعادة تدويرها والاستفادة منها بأعمال فنية ووسائل تعليمية. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. أعلنت جامعة حماة تمديد مهلة التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي وفق نظام التعليم المفتوح بكلية التربية حتى يوم الثلاثاء في 21 من تشرين الثانية الجاري. وبيّن رئيس جامعة حماة دكتور عبد الرزاق السالم أن تمديد المهلة يهدف إلى إفساح المجال أمام الطلاب الذين لم يتمكنوا من التقدم للمفاضلة المذكورة. وأشار السالم إلى أنه يتم تقديم الطلبات إلى مركز خدمة الطالب في كلية الطب البيطري، علما أنه تم تخصيص نسبة 2% من إجمالي عدد المقاعد لأبناء وأشقاء وأزواج الشهداء وجرحى العجز الكلي والجزئي. وقع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتكامل المشترك في مجالات التحول الرقمي والتدريب والتأهيل، وذلك بما يحقق الفائدة لشريحة الطلاب المستهدفة. ونصت المذكرة التي وقعتها في مقر الاتحاد الدكتورة دارين سليمان رئيسة اتحاد الطلبة والمهندس محمد حسان النجار رئيس مجلس إدارة الجمعية المعلوماتية على الالتزام بمبدأ المشاركة في تقديم الخبرات والتراخيص اللازمة والمقرات والتجهيزات والمحافظة على البيانات وتقديم خدمات الاتصال بالإنترنت والاستضافة الإلكترونية وتدريب والتأهيل والخدمات التربوية والتعليمية وتوفير الأموال اللازمة لإطلاق الأعمال المتفق عليها كلهم بحسب اختصاصه بما يحقق الفائدة للجانبين، سواء بصيغة تبادل الخدمات الإلكترونية أو بتوقيع عقود لاحقة للخدمات المدفوعة. أقيم حفل تنسيب مركزي للطلائع في محافظة حماة، وتضمن الحفل عروضا وفقرات فنية ورياضية منوعة. التفاصيل في هذا التقرير. بمشاركة المئات من الطليعيين أقيم حفل تنسيب مركزي لمنظمة طلائع البعث في حماة،
تم تقديم العديد من الفقرات الفنية الغنائية والرياضية في هذا اليوم. يعني محطة هامة من محطات منظمة طلائع البعث، ألا وهي تنسيب أطفال الصف الأول لمنظمة طلائع البعث. هذه المنظمة هدية القائد المؤسس حافظ الأسد طيب الله ثراه، التي تعنى في بناء الطفل، بناء شخصية الطفل من كافة جوانبها، وتنمية المواهب، تنمية الثقة بالنفس، تحمل المسؤولية. وتساهم منظمة طلائع البعث برعاية المواهب واكتشافها وتوجيهها نحو الطريق الصحيح. اليوم نحتفل بتنسيب كوكبة من كواكب أطفال طلائع البعث إلى منظمتهم الغالية. هذه المنظمة التي وصفها القائد المؤسس حافظ أسد بأنها ياسمينة حزب البعث العربي الاشتراكي. هؤلاء الأطفال الذين تم سنقوم برعايتهم إن شاء الله. كما تعزز المنظمة القيم الأخلاقية والوطنية في نفوس الطليعيين وزيادة معارفهم وتعزيز النشاط الطليعي بمختلف أشكاله ومضامنه. اليوم يتم تنسيب مجموعة من الطلبة لمنظمة طلائع البعث، وهم فرحون وسعيدون بما بانتسابهم لمنظمة الطلائع، بما توفر لهم من أنشطة وفعاليات وجو يسوده الأمان والتعليم والتربوي مع مشرفيهم المنشطين. تخلل حفل التنسيب أداء القسم الطليعي وترديد الوعد الطليعي، ثم تم تقليد المنديل الطليعي للصف الأول إذانا بانتسابهم للمنظمة وتمثل أهدافها وقيمها التربوية. فرحانة مع الفات لأنه عم نتدرب على طلائع البعث، كنا كتير وعملنا كل جهدنا حتى نتدرب عليهم ونساويها صح. يوم مبسوطين كثير لأنه عم نحتفل بالطلائع مع رفقاتنا الجداد. اليوم فرحانة كثير لأنه عم نحتفل بالطلائع. اليوم قدمنا رسم فلسطين بمناسبة طلائع البعث. نحن طلائع صفي الأول سعيدون جدا ومسرورون بانتسابنا إلى منظمة طلائع البعث. ومنظمة الطلائع ترعى الطفولة وتعمل على إعداد التلاميذ ليكونوا فاعلين في بناء الوطن. وللسلطان الفضائية التربوية حما. تفقد وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش المصابين في الهيئة العامة لمشفى دمشق المجتهد إثر سقوط بناء في حي التضامن بدمشق. وأكد الوزير الغباش خلال تفقده المصابين ومتابعة حالتهم توافر العلاج وجميع المستلزمات لضمان الشفاء بالشكل الأمثل. ومنذ اللحظات الأولى استجابت وزارة الصحة بست سيارات إسعاف بكامل كوادرها وتجهيزاتها، وتم تقديم جميع الخدمات الطبية الإسعافية المنقذة للحياة في المكان وفي أثناء النقل الآمن للإصابات. عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية. عقدت اجتماعا في وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمتابعة تنفيذ المشروع والاطلاع على مستجداته والأنشطة المنفذة في إطاره. وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف اعتبر أن هذا المشروع من المشاريع الرائدة والتي يمكن الاستفادة منها لاحقا وتنفيذها بالمحافظات، مشيرا إلى استمرار العمل مع جميع الشركاء في الوزارات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة لتذليل جميع الصعوبات لضمان إنجاز المشروع وأنشطته في مواعيدها المحددة. وننتقل إلى النشرة الاقتصادية بعد الفاصل. بلغت خطط إنتاج بذار القمح والشعير لدى فرع إدلب للمؤسسة العامة لإكثار البذار نحو 5500 طن خلال الموسم الزراعي المقبل. وأوضح مدير الفرع المهندس حسان أكنون أن خطة الموسم الحالي تتضمن إنتاج 4000 طن من بذار القمح و1500 طن من بذار الشعير ضمن الحقول الإكثارية المتعاقد معها. ولفت إلى أن الفرع بدأ مطلع الشهر الجاري ببيع الفلاحين بذار القمح والشعير وفق رخصة التنظيم الزراعي، وذلك من خلال مركزه المؤقت بحماة، مؤكدا تقديم كل التسهيلات اللازمة للمرجعين من أجل ضمان حصولهم على كمية البذار التي يحتاجون إليها بسهولة ويسر. وبلغ إنتاج الحقول الإكثارية التي تعاقد معها فرع إكثار البذار بإدلب خلال الموسم الماضي 2275 طنا من بذار القمح و1207 أطنان من بذار الشعير.
حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة زيادة في إيراداتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة قدرها 123% عن الفترة ذاتها من العام السابق. وأظهر تقرير حول المؤشرات المادية والنوعية لأداء عمل المؤسسة أن الإيرادات بلغت حتى نهاية تشرين الأول الماضي 49,685,000,000 ليرة سورية مقابل 22,300,000,000 ليرة سورية خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ووفق التقرير ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية من جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر حيث تجاوزت 48 مليارا في حين بلغت في الفترة ذاتها من العام السابق 27 مليارا. وبيّن التقرير أن عدد مستثمري المناطق الحرة بلغ 693 مستثمرا برأس مال قدره 399 مليون دولار بمشاريع تؤمن 5,024 فرصة عمل. مشاهدينا وننتقل إلى باقة من الأخبار الرياضية مع زميلي يزن. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك قطيبة. تفاصيل معك. منتخب سوريا للناشئات يتأهل للمباراة النهائية في بطولة غربي آسيا وأخبار رياضية أخرى نتابعها ولكن بعد الفاصل. مساء الخير. تعادل فريقا تشرين والفتوة بهدفين لمثلهما في المباراة التي جرت بين فريقين على أرض ملعب الباسل باللاذقية بختام منافسات الجولة 5 من الدوري الممتاز لكرة القدم. وسجل لتشرين محمد البري في 21 وأيمن عقيل في 61 وللفتوة محمود البحر في 22 والمحترف ماركوس جوزيف في 83. وبهذه النتيجة أصبح رصيد الفتوة 11 نقطة في المركز الثاني خلف حطين متصدرة الترتيب 12 نقطة بينما حل تشرين بالمركز الخامس 8 نقاط. تأهل منتخبنا الوطني للناشئات إلى المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للناشئات بتعادله مع منتخب ناشئات الأردن بدون أهداف في الجولة 3 للدوري الأول، ليتكرر بذلك اللقاء بين المنتخبين يوم غد الأربعاء 8:00 مساء في المباراة النهائية، فيما سيلعب المنتخبان اللبناني والعراقي في مباراة تحديد المركزين 3 والرابع. فجر منتخب إيران مفاجأة مدوية بالفوز ب3 أهداف مقابل 2 على نظيره البرازيلي في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في إندونيسيا. فعلى استاد جاكرتا الدولي تقدم منتخب البرازيل بهدفين حملا توقيع ريان في 28 وأبو الفضل زماني بالخطأ في مرمى في 47، لكن المنتخب الإيراني انتفض وسجل 3 أهداف متتالية عن طريق يعقوب باراج في 54 وكسرى طاهري في 69 واسماعيل جوليزادا في 73. مشاهدينا كان هذا كل شيء لليوم في أخبارنا الرياضية. أعود لك طيبة. شكرا لك. شكرا لك. نهاية النشرة هذا تذكير بالعناوين. افتتاح معرض الوسائل التعليمية المصنعة في ريف حلب. جامعة حماة تمدد فترة التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي بالتعليم المفتوح حتى 21 من الشهر الجاري. وزير الصحة يتفقد المصابين إثر سقوط بناء في حي التضامن بدمشق. كان هذا كل ما لدينا. شكرا لحسن المتابعة. بأمان الله ورعايته.